لك يا بشار ويا بومي أعوز مثل الأندومي، أضرب أنت والحكومة كلها مصبو احتيال. أولى تراجع الاستسلام هم العادية. بدنا نوجه رسالة صغيرة لأخواننا بمصر. محمد مرسي وقت اللي كان ينفذ السفن الإيرانية والباريجان كان ما في أحسن منه، لكن لما أعلن الجهاد في بلاد الجهاد بلاد الشام صارت الدول الماسونية بدها تسقطه، ودول الخليج اللي كان على اتصال الأنظمة الماسونية صارت تدعم الحقير المشير بالمصاري. نحن هلأ نحن ما كنا مع مرسي، بس وقت اللي أعلن الجهاد لأخواننا المسلمين بمصر نحن صرنا مع مرسي، ولا رح نهتم مع السفارة مرسي.